سورة سورة البقرة اللي يلاه قف كبرتا وبركه النبي عليه الصلاة والسلام بركة كما مغنى قف كسورة ده برتاي ايه بيعينا قومانو ايه شليتو ايه كنتي ساعة سورة ده قف كيقاني اخرستا يقول يغلقوا اخر يوم ساحرين تا شياطين تو ما سورة كبران النبي عليه الصلاة والسلام كسنة النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا سورة البقرة وهي سورة البقرة أخرستا فإن أخذها بركة سورة قال شهر قال ثان وقل اكتان وبركة وتركها حسرة كتيدا كتكتان وضيعران أو إذن أن أخرسان وبران أو قرآن كذا إلى الدريسا وقوموا إلى شويت ولا تستطيعها البطلة صاحرين تو سورة النيل وهي مسو جلك ابو النبي عليه الصلاة والسلام نبي صلى الله عليه وسلم وحوت المامي سورة هذه قفوا أقل كيس يقول لي سوى واخ هدو هير لي هدو سكاب لي هاي هدي وقلك وقوه إلي نقول لي قد دي وقواخ ليو واحترك يقول يا نحي بعلم يقول صلى الله عليه وسلم أقل لا أدقنتي حبالها كدية حبالها قرآن لهم آخر يوم ضد إن تيبا كتشرة بو قول إلى الله ورقل لدى دقنتهين كل شيئين حبالها كدقنا شيطان مكعرة أو كوهو إذا ما نحتوه قولها سورة البقرة وآخر يقول لله عليه الصلاة والسلام سورة البقرة حتى هدار قراني قرآن سورة البقرة إنت صوبة دمي مري وكنت بيها مع جلدة قدر قولي أكبح مسو قرية شيطان قولي وكتما مثل الله عليه وسلم وعلم الله كاملة أيون فكي تفادى هاي قرآن كحفظنا من كم ذي من يوميان أبا المنذر بلو رجي كان أبا المنذر هو قوي ابن كعب كان فكاسو يعني السؤال بان قوي دي وهاكو سؤال يا واحد إيش إحنا قرآن كنا نحفظن تيا تقانو آيات ربوي كتاب كإلهي والإيش فكاسو يعني رسول في سايقان فكاسو قوي نبي سؤاشي والروح هذه الشيء تقرأ كنا الحفيظ صندعي كتابك إلهي آيات هو إنيشي وراك مكاسو يروح عنهم مرينة يعني آية الكرسي ده آية مكاسو اللي يقول انتو الله بتك عن تصير أو قوصة هاي أقولت يا علمك إلهي كرسي الله أبو مت بغالين يا بركة الله تعالى صلوات الله وسلامه وحاسو رد بليه إلى كتشرة إلهي قرآنك أسودة شيء أعظم آية في كتاب الله آيات هو اللي في كتاب آية الكرسي هي اللي لها آيات هذا الكرسي دور هي طوال صفه أما تلمان إلى هاي لي هاي وآيات على مشاه أفر مقعه إلى هاي لي نوى على مشاه أفر تمقع لمن هو له رئيس لمن هو له كل قليل الله لا إله إلا هو الحي القيوم محاله كل قليل وهو العلي العظيم أفر تامر إلى هاي اللي هو على وشك سبحانه وتعالى أما شن مرع إلى هاي اللي على وشك آيات داس أقرأت هو إن بقى كتشرته نبي صلوات الله والسلام عليه وحلو تلمامي سورة سورة البقرة اللي إلهه لولا آية ودي أضب لي آمن الرسول بما أنزل كبحي كبحي ودي ناس سورة كبحي كبحي لولا آية ودي فضلك إليه النبي وحي إلى قفك قول همين أخرستا لبدا آيات ويكف إليهين ويكف إليهم حل وجهه علماء الإسلام هو المعنية يروح إليه ويكف إليه واحد من وجهه همين كنين سلاة الليل تكالو لبدا أصابة غفلا قيمها إليه قال واحد ما يروح إلى وجهه شر والباء يبلا يول ما إلى هين كحفظه لا راعي الله أخرستا كفرا أروح إليه وحل الرجل شياطين تشركوا إلى إلهي كحفظي جنك يا إنس كشركيسا أي إلهي كحفظي حديث كمسلم من يوحي عليه الصلاة والسلام أن يقول جبريل أكتا إذا أوفا ديهم جبريل بعيني أكتا إذا صوفا ديست أنا وافا ديها فكاسو وحو مغلي ملك جبريل وحول مغلع عد حوق لو بحيا سمضوا قرموا يا لي فكاسوحي هذا باب
من السماء فتح اليوم سنقطع قوبة حيث يهوهم كبحية والسماء إلهي الباب ما أنت مغفرين لم يفتح قط إلا اليوم ما أنت معلنا أنا هاي لولدي هريرة مفرع الباب وما أنت يقول رئيس الباب كسماء غفرة فنزل منه ملك ملك باتصر نادعي وكسر دقاء الباب وغفرين هذا ملك نزل إلى الأرض وكنرد إلى الملك يا ملكي سبدو كسر دقي محمد لم ينزل قط إلا اليوم ما أنت معلنا أنا هاي لولدي بسر دقي أبيرت أنا لغفرين أنت أمرك يريد أي ملك يسوي تاعي وصورت بني هذا السويا فصلّى وكسو صلاة السلام عليك يا رسول الله صلاتي وسلام وقال أبشر وحكوس إلى البشارة إلى حق إلى يسوع بيه كم بشارة يسوع لبا النور لبا إليسي لبا الافتين وإلهي أليك محمد وكسي نبي أليك كاهو رينا إلهي آمسين لبا النور لبا إليسي وسورة الفاتحة هي ضرورة آية ضرورة سورة البقرة والتنبيه شهرنا سنكوسنا إلى أي كوسة من سبحانه وتعالى كم شهر يسوع ملك إلى سمر وكونه هل حرفه كاملة فاتحة هي ضرورة بقرة والتنبيه حتى داخل يسوع من والمعناها أوليها هي فضل إيسا هي الله كسينا هي نبي صلى الله عليه وسلم عليه سورة لها سنكوسة الشيخ إمها كاكا أي ليه قد تمكوا لها اللي يسيء والله بشاري ومدي سورة الله فكاسوا عليها إقرأوا الزهراوي لبضى سورة الله لبضى آية الله لبضى سورة الله يقرح لبضى أخرية البقرة وآل عمران البقرة يا عمران أخرية ما أنت يوم القيامة وحي إيمانا يا ولاد مودو لبضى مورود ووي وعقعد وقرآن كإنتي سيكالي هركع يهجامنا يا وصاحب دورة يا إيمان دونا ما أنت قرآن مصاحبك كتيرا مقاربة وصمعين دونا آخر وحظ دونا ودور دونا وصعون دونا وحساب تاني دونا كاسا نبو عليه صلى الله عليه وسلم ترويوا وين وعد عد يبقى المدل ولا صورة ولا بقية على عمران وقرآن كسورة به سيكالي ونن بقول يا سيارة كالدوا صعطوا أي قيامة إيمان دونا تحاجان عن صاحبهما وحكت دوليا قفكي صاحبك أو عن أصحابهما إنت ضيعضي هي عدي كدلا شيء لورما ويكدو دي دونان من هو كدوليا من هو لدولي ولدو دي دونان نبي صلى الله وسلامه عليه ما لما ما كمل يسوى عيدا مدرعيا أي عيدا كي وحوا ليستي القرآن كأنتي كتقان هبلو أن القرآن كان تيكا تقان أن تيكا تقان نموح وشير هكا منشا ما تيرا يعينا كان يكي وقود أليا أيا وحوي لأنيك رسولك لا هايو سورة البقرة هي القرآن كإنك هو وكاق أما عكا سورة البقرة سورة البقرة ميا تقانا هاوانا قانا سورة البقرة أولا قرآن كسورة الله كاللوانا قانا اذهب فأنت أميرهم أولا رام الله وامر فعدا لبدا عينه وهب وحب أليه هو كامل قف في سورة البقرة يحكمت رب الدين توح وين مكبر منه وحين سورة بلا مينا وقدر دار مينا قرآن تقول هاني لو عبا الاستقال برخ وغرب كالله قف القرآن كأخرية حتى هدو قبو وعقل يسوس ونحيا قف بقف كقرآن أخص مليا هدو قبو وعلم يسو حتى وانيال عد أن نقضه مرق قرآن عقل يسوس بدري ما محاك هنا يا قرآن كبركة سنة